رقية عليها السلام. هذه البنت ارتبطت بأبيها الحسين أيما ارتباط، حتى قالوا أنها كانت تبسط المصلى لأبيها الحسين في كل يوم لصلاة المغرب والعشاء، إلى أن جاء يوم العاشر من المحرم، جاءت فبسطت ذلك المصلى على جاري عادتها، تنتظر أباها الحسين وهو الذي كان يأتيها في كل يوم، وبعد صلاته يلاعبها يداعبها كما تفعل أنت وأنا مع بناتنا، سيما إذا كانت البنت ماذا؟ صغيرة. لكن الحسين ما جاء في ذلك اليوم. أحد الراثين يقول: أتصور هذا المشهد أنه لما حل وقت العصر قبل الغروب بسطت رقية مصلى والدها الحسين، لكن الحسين ما جاء، بينما هي مع عمتها زينب وإذا بشمر بن ذي الجوشن وجنود بني أمية يهجمون على مخيمات الحسين. رقية لا تعرف هذا الرجل، كأني بها التفتت إليه قالت: يا عام، أما تعلم عن حال والدي الحسين؟ أنا أبسط له المصلى في كل يوم، فيأتيني ويلاعبني ويأخذ بخاطري، ولكن في هذا اليوم ما جاء. يقول: كأني بالشمر رفع يده فصفعها على خدها، كأني بها التفتت إلى عمتها زينب وقد وضعت يدها على خدها الصغير. اتقلها: عم يا زينب، ما الذي تريدين بني؟ قالت: والله الأبو يا ناس خيمة، والله الأبو يا ناس خيمة، والله خيمة، اظلل على أولاده وحريمة، يا والدي والله هضيمة هضيمة، أنا صير من صغري يتيمة. وبقيت رقية على ذلك الحال تنتظر والدها الحسين إلى أن خرجوا من كربلاء وجاءوا إلى تلك الخربة في الشام. رقية غفت عينها، رأت والدها الحسين في المنام، استيقظت قالت: عم زينب، أين والدي الحسين؟ كأني بها قالت: بني رقية، والدك الحسين مسافر. قالت: عم، إن كان مسافرا فلعله يزورنا عما قريب. قالت: بني، كيف علمت؟ قالت: رأيت والدي الحسين في الرؤيا قبل قليل. لكن عم زينب، الناس تعودوا إذا أشرف مسافرهم على الرجوع يهيئون له الدار، يرتبون له المنزل، وأبي الحسين يعود عما قريب، ما الذي تريدين بني؟ قالت: والله قومي يا عم، خلني عدل دارنا، والله بلشت على الغفلة تطبخ طارنا، أنا شعتذر عما أبو يهلو زارنا.
نساء الحسين ارتفع منهن الصياح والبكاء، كذلك رقية صارت تبكي، وصل الصوت إلى يزيد في قصره، قال: ما عندهن نساء الحسين؟ قالوا: عنده بنت اسمها رقية، رأت والدها في المنام وهي تصر على رؤيته الآن. قال: احملوا إليها رأس والدها في طشت من الذهب. لما علمنا النساء أن رأس الحسين سيزورهن، وقفنا على الباب ينتظرن مجيء رأس الحسين. زينب تعلم ما الذي في رأس الحسين، قالت: أيها النساء ارجعن إلى أماكنكن. رجعن النساء، جيء برأس الحسين في طشت من الذهب مغطى بمنديل أعطي لزينب. كأني بزينب رفعت المنديل، وإذا بالحسين يضع عينيه في عيني زينب، وكأنه يقول بلسان الحال: أخي شبيدي وأنت في هذه الحال. وصارت زينب تمشي بذلك الرأس، والنساء كل واحدة تصيح: زينب علي برأس حبيبي الحسين. وزينب لا تلتفت إليهن. أتدري لماذا؟ زينب تعلم أن رأس الحسين انكسر بحجر أبي الحتوف. رأس الحسين ربته العجوز بضربة في الشام. رأس الحسين مكسر الثنايا، إلى أن جاءت بذلك الرأس وضعته أمام يتيمة في زاوية من زوايا الخربة في الشام. التفتت رقية قالت: عم زينب، أنا ما أردت طعاما ولا شرابا. التفتت إليها زينب: أن ارفع المنديل. لكن أنا أسألك، لو كانت عندك طفلة صغيرة تغيب عنها أسبوعا واحدا، ترجع إليها بعد السفر عندها مجموعة من الشكاوى: أخي ضربني، أختي منعتني. كذلك رقية طفلة صغيرة ومضت عليها أيام وليالي ما رأت والدها الحسين، كأني بها مدت يديها الصغيرتين فرفعت المنديل، وإذا هو رأس الحسين مضمخا بالدم، والدم يقطر من لحية الحسين. مدت يديها الصغيرتين، حضنت الرأس إلى صدرها، تقول: أصحيح أنت رأس والدي الحسين؟ تارة تمسح على رأسه، تارة تمسح على لحيته. اتقل يا أبوي، والله يا أبوي شاوين كل هاي الليالي، والله ما ناشدت عني يا غالي، أنا بطولك ردت توقف قبالي، بويا راسك بالطشت يرجع لتالي. اتقل أبويا الشمر دقني على عيني، وسلبني راحتي وزيد ونيني. بعد بني يا رقية ما عندك من الشكاوى، بني يا رقية، بويا يا بويا ما كانت على البال، عماتي مضروبة مسحوبة بالحبال.
يا ابويا ما كانت على البال عماتي مضروبة مسحوبة بليح بينما رأس الحسين في حجر رقية وإذا قد خمدت أنفاسها نادتها زينب عم يا رقية أنا عمتك زينب فما كلمتها وإذا بالندى من زين العابدين قال يا عم ارفع الرأس عن حجر رقية فلقد ماتت أين المنادي وحسينا والله نادت يتيمتكم دقوموا غسلوها وعن راس والدها ارفعوها والله ما تتقهر يا مراس أبوها طفلة المظلوم خرت فوق راسه تقبله صيح بويا ضيعتني وقبل كنت مدلل وانحنت فوقات شمه ودمعها بخدها سفوح عن جبينه مسحت دمه وشهقت وغابت الروح ماتت وراسه بحجرها والحرم ضجت بنوح كعبة الأحزان قامت والمدامع سايلة مددت طفلة أخوها غمضت منها العين من حجرها راس أبوها شالت بلوعة وحني دارت النسوة عليها جددا ومات محسن دارت